المحبة الكبرى قد ظهرت وتجلت فيها أنوار النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة الله عز وجل. فيا ذا مقربون قربونا معكم، وخذوا بأيدينا مع أيديكم، وصلوا على النبي المصطفى المختار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله، تفتح لها الصدور، وإن شاء الله يظهر لنا فيها سيدنا المهدي عليه السلام. الناس تتعجب بكل قوة لظهور المهدي عليه السلام، ما هو بين أيدينا المهدي عليه السلام. كونوا من الصالحين تصلوا إليه، فهو ليس مختفي ولكن له دور آخر وبرنامج آخر، وهو قائد مهباج جليس طري القدر، سمة الوجه فيه، وله أولاد وأحباء، ونحن نسانده، والأمة الإسلامية تسانده، وإن شاء الله سيظهر عما قريب بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة.